رئيسة وزراء بريطانيا تعلن تأجيل التصويت على خطة الخروج من الاتحاد الأوروبي. ترامب يوافق على استراتيجية جديدة لإبقاء أسلحة الدمار الشامل بعيدا عن أيدي الإرهابيين. والرئيس الفلسطيني يعتزم إجراء اتصالات عربية ودولية ضد التصعيد الإسرائيلي. السادسة صباحا الرابعة بتوقيت جرينتش، موجز إخباري يأتيكم من القاهرة. أهلا بكم. أعلنت رئيسة الوزراء البريطانية تريزا مي عن تأجيل التصويت بمجلس العموم على خطة خروج المملكة من الاتحاد الأوروبي. جاء ذلك خلال كلمتها أمام مجلس العموم، ووصفت مي مسودة اتفاق بريكسيت بأنها الأفضل. أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون حزمة من الإجراءات المالية والاجتماعية لمساعدة من يتقاضون أجورا ضعيفة في بلاده. وأقال ماكرون في خطاب وجهه للشعب الفرنسي أن العام المقبل سيشهد زيادة في الحد الأدنى للأجور قدره 100 يورو، إضافة إلى اتخاذ تدابير عاجلة لمساعدة من يتقاضون أقل من 1000 يورو. في الوقت نفسه أكد الرئيس الفرنسي أنه سيلتزم بأجندته الإصلاحية، رافضا إعادة فرض ضريبة على الثروة. من جانبه اعتبرت حركة السترات الصفراء خطاب ماكرون بأنه غير مقنع، وأعلنت مواصلة الاحتجاجات. وافق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على استراتيجية وطنية جديدة لإبقاء أسلحة الدمار الشامل بعيدا عن أيدي الإرهابيين، حسب ما ذكر بيان للبيت الأبيض. وتشمل هذه الاستراتيجية خطوات لمنع تنظيم داعش وغيره من الجماعات المتطرفة من الحصول على أسلحة كيميائية وبيولوجية ونووية. وصلت قاذفات استراتيجية روسية من نوع 260 إلى فنزويلا وسط توتر روسي أمريكي. واستقبل وزير الدفاع الفنزويلي طواقم الطائرات الروسية في مطار مايكيتيا الدولي في ولاية فرغاس الفنزويلية. قالت الرئاسة الفلسطينية أن الرئيس محمود عباس سيجري سلسلة من الاتصالات العاجلة مع عدة جهات عربية ودولية من أجل تحمل مسؤولياتها تجاه التصعيد الإسرائيلي المتمثل في مواصلة الاقتحامات للمدن الفلسطينية واستمرار المستوطنين في التعدي على الممتلكات والمقدسات. وأضافت الرئاسة الفلسطينية في بيان أنه سيتم اتخاذ قرارات مصيرية في حال استمرار هذه الاقتحامات والاعتداءات التي كان آخرها اقتحام مقرات رسمية في رام الله. نهاية الموجز. لمزيد من الأخبار تابعوا موقعنا الإخباري extranews.tv. شكرا لكم على طيب المتابعة ودمتم في أمان الله.